السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. وبنكمل مع بعض بقية امتحانات المراجعة النهائية من كتاب المعاصر. النهاردة معانا آخر امتحانين، الامتحان الـ14 والـ15. وطبعا كالعادة الرابط بتاع المراجعة النهائية موجود أونلاين، بس هسيب لك رابط دايما أسفل صندوق الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي فيه رابط تنزل منه النسخة بتاعتك لو أنت محتاج. نبدأ عندنا نقول بسم الله. أول سؤال هو سؤال دايلوج بين ندى أند بوكينج كليرك، اللي هو موظف حجز التذاكر. ندى إز بوكينج أ فلايت تو باريس، ندى بتحجز رحلة طيران إلى باريس عاصمة فرنسا. بيتكلم عندنا الشركة، الموظف قال لها ايجيبت اير، مصر للطيران. هاو كان اي هيلب يو مدام، إزاي أقدر أساعدك؟ فهتقول له الجملة اللي فوق ديت، أنا عاوز أحجز تذكرة لباريس. هكتب كده يا شباب، I want to book a flight to Paris. ممكن تقول عندنا كلمة please في الآخر لتهذيب في الكلام يعني. بعد كده سألها سؤال الموظف، قالت له I will travel on 19th November، سافر يوم 19 نوفمبر. يبقى هو سألها على التوقيت اللي هي عندنا كده when، فعل مساعد من الجملة will I تبقى you، وبعدين كلمة travel when will you travel. فقالت له there is، وهو قال لها there is a flight at 9 PM، في رحلة عندنا في اليوم ده الساعة 9 مساء. Is it okay، هل ده مناسب ليكي؟ فقالت إجابة Is there another flight، هل في رحلات تانية؟ واضح إن الرحلة دي غير مناسبة ليها، فأنا هجاوب على الجزء ده اللي هو Is it okay، تقول له عندنا No it isn't، لا ده مش مناسب ليا، لا خلاص في رحلة تانية. الساعة كام؟ لا يز there is one at 11:30، في الساعة 11:30 مساء. قالت له great، عظيم، وقالت له جملة. وبعدين سأل سؤال قال لها the flight، أو هي قالت the flight arrives at 20:30 AM at Paris. واضح عندنا يا شباب إن هنا ندى بتقول له great، وبعدين تقول له عندنا كده تقول له book it for me، احجز لي التذكرة دي بليز من فضلك، أو الرحلة دي من فضلك. هنا يا شباب الموظف سأل سؤال، فندى قالت the flight arrives at 20:30 AM. هنا في غلطة يا شباب، مفيش حاجة اسمها 20:30 AM، مفيش حاجة اسمها الساعة 8 أو يعني المفروض دي 8 مساء يعني، لأن أي ساعة بعد الساعة 12 تبقى الساعة 13 14 اللي هي 2 يعني، وهكذا بنزود ساعة بعد الساعة 12، يبقى هنا المفروض دي 8:30 مساء. طب الرحلة لو خرجت من باريس الساعة 11:30 تاخد 4 ساعات او 3 ساعات، تصل الساعة 2:30 فجرا يعني. الطيارة لو انطلقت من القاهرة 11:30 مساء تقعد 12:30 1:30 2:30، كم ساعة دول؟ 3 ساعات. يبقى الصح هنا هنشيل بس الزيرو ده، نخليها 2:30 AM. واضح ان هنا كمان الموظف بيقول لها انت عارفة رحلتك تصل الساعة كام باريس، لان الوقت دوت وقت متأخر جدا هناك. فقال لها عندنا كده do you know، هل تعرفي when the flight arrives to Paris. طب هو بيسألها ليه؟ هو مش عارف؟ لا هو عارف، بس بيأكد عليها ان انت هتروحي في باريس هيبقى الساعة كام؟ 2:30 صباحا. مش هينفع الموظف يقول لها متى تصل الرحلة، لان هو اللي عارف، هي ممكن ما تكونش عارفة. يقول لها هل تعرفي موعد وصول الرحلة لباريس؟ ده سؤال تأكيدي عليها يعني. قالت له بتصل الساعة 2:30، قلنا دي هتبقى 2:30 صباح. طبعا في طلبة يقول لك لازم يكتب يس ونو هنا، مش شرط. طب ما اقول لحد كده انت عارف الرحلة بتصل الساعة كام، يقول لي الرحلة بتصل الساعة 2:30 صباحا، مفيش مشكلة خالص يا شباب. نروح على السؤال الثاني، read and complete. كلمة change التغير، do يفعل، could استطاع، كان يستطيع، in حرف جر، وtake يأخذ. when I was young، لما كنت صغير، الجملة في الماضي. I used to many different things every day، كنت متعود أعمل أشياء كثيرة. خدنا قاعدة اسمها used to، اعتاد أن في الماضي، بعدها بيجي مصدر، يبقى كلمة do. I ride a bike for hours، كنت بعرف أركب دراجة ساعات كثيرة، يبقى عندنا I could عشان الجملة كلها في الماضي، أو القطعة كلها في الماضي. I was able to swim and to part in some competitions، أنا كنت بعرف أعوم وأشارك في منافس كثيرة. كلمة تشارك ليها عندنا تيك يا شباب، يبقى تيك بارت ان سام كومبيتيشنز. ناو everything هاز، دلوقتي كل حاجة اتغيرت. واضح ان حد كبير في السن بيقول كنت بعمل حاجات كتير وانا صغير، لكن دلوقتي كل حاجة اتغير. كلمة تيك بارت كلمة مهمة جدا، معناها يشارك في اي حدث.
بعد كده يا شباب السؤال الثالث comprehension. Children love to play computer games. الأطفال بيحبوا يلعبوا ألعاب كمبيوتر. Some people say that many of them are addicted to games. كتير من الناس بيقولوا إن هم مدمنين على الألعاب دي. If you become addicted, لو أنت أصبحت مدمن على هذه الألعاب, all you can think about is computer games. كل شيء هتفكر فيه هيبقى بس عبارة عن إيه؟ ألعاب الكمبيوتر. And you cannot spend a day without playing. مش تقدر تقضي ولا يوم واحد بدون ما تلعب computer games. Of course, playing games on the computer is great way to spend time. تقول له بالطبع أو طبعا يعني الألعاب أو لعب الألعاب على الكمبيوتر ده وقت عظيم جدا نقضي فيه وقتنا and have fun ونستمتع. But there are also bad sides to it as well. بس في برضو إيه جوانب سلبية وجوانب سيئة للعب الكمبيوتر جيمز. First of all, children do not get enough exercise because you do not have to move your body much when you're playing games. الأطفال مش بيلاقوا وقت كبير أو يلعبوا رياضة كتير بما فيه الكفاية يعني لأن هم مش محتاجين يحركوا جسمهم أثناء لعب الكمبيوتر أي جيمز. Second, your eyesight, البصر يعني, becomes bad, يبقى سيء because your eyes are fixed on the computer screen for too long. البصر بيضعف, يبقى فيه مشكلة بسبب ان عينك مركزه دايما على الكمبيوتر والشاشه بتاعته مده طويله. This is why it is not hard to find children wearing glasses around these days. عشان كده مش صعب ابدا تلاقي اطفال كتيره جدا لابسين نظارات هذه الايام, حاجه منتشره يعني. Third, تالت عندنا سلبيه. You do not get to spend much time with your family. مش بتعرف تقضي وقت كبير مع الاسره because you are spending all of your time in front of the computer. تقضي معظم وقتك قدام الكمبيوتر. Playing games is not such a bad thing. لعب الألعاب ديت مش شيء سيء, but too much playing, لكن اللعب كتير can cause problems, يعني مشاكل. How many hours do you spend in front of the computer? يا ترى انت بتقضي ساعات قد ايه قدام الكمبيوتر؟ Why not take this opportunity to cut down on computer games? ايه رأيك ناخدها كده فرصة انك توقف ايه لعب الكمبيوتر games شوي. طبعا كلمة opportunity يعني فرصة يا شباب, و cut down هنا نوقف شوية ونمنع شوية الكمبيوتر games. تعالى عندنا نشوف أول سؤال يا شباب. طبعا في قطعة لازم نقراها كويس ونقراها مرة واتنين عشان نفهمها. Children often wear glasses these days because they, الأطفال غالبا بيلبسوا نظارات هذه الأيام لأن هم إيه طبعا بيجلسوا قدام الكمبيوتر فترات إيه طويلة, يبقى sit in front of computers for a long time. طبعا want to watch the computer, لا rarely play, rarely يعني نادرا ما بيلعبوا computer games, ولا addicted طبعا لا مش مدمنين على لبس النظارات, ده السبب الوحيد هم جلوسهم فترات كبيره قدام شاشه ايه الكمبيوتر. Number two, the main idea of the passage, يا ترى الفكره الرئيسيه في القطعه ايه؟ طبعا هل هي computer games is always fun, هل دايما معناها قطعه بتتكلم على ان دايما لعب الكمبيوتر games شيء ممتع, ولا the problem of bad eyesight, ولا مشاكل النظر السيء او ضعف النظر. Addicted computer games, ادمان computer games. Let children love computer games, طبعا بنتكلم على ادمان addicted computer games. Playing computer games, لعب الكمبيوتر games have only a lot of bad side, ليه بس سلبيات بس, ولا have only lots of good side, ولا ايجابيات بس, ولا doesn't have any bad sides, ولا ما فيهوش اي سلبيات, ولا في الاثنين good و bad side. طبعا هنا صح, have some good sides and bad A sides. How can you infer from the tickets the computer games cause health problem? Is it stunting من القطعة ان الكمبيوتر games دي بتسبب مشاكل صحية؟ كلمنا على موضوع ايه؟ موضوع العيون. قلنا عندنا كده it causes, بيسبب طبعا ادعيد على لعب الكمبيوتر games, bad eyesight because children look at the screen for a long time. ده مشكلة صحية. Summarize the second paragraph of the passage in one sentence. لخص الباراجراف الثاني في القطعة في جملة واحدة. كتير من الطلاب يسألونا بيقولوا مش عارفين يعني ايه الفيرست باراجراف مكانه فين والسكند فين, او نعرف اوله واخره فين. بص كده في القطعه معايا هتعرف دلوقتي حالا. كل فقره في القطعه يا شباب تبدا عندنا بجزء كده فاضي هنا, ده يعتبر اول باراجراف هنا اهو. طب هنا خلص هنا خلاص, تلاقي الباراجراف الثاني اللي هو هنا
برضو في جزء هنا ايه فاضي. يبقى اذا انت ما تيجي تحدد كام باراجراف القطع بتشوف عندنا كام مرة هو سايب مسافة هنا فاضية، كل مسافة من دول يعتبر ايه بداية ايه باراجراف. طبعا هنا الباراجراف التاني بيتكلم على المساوئ بتاع ايه بتاع الكمبيوتر جيمز اللي بتسبب مشاكل صحية وبتسبب عدم اداء تدريبات رياضية وبتسبب كمان انعزال عن الاسرة يعني. تعالى عندنا نلخص الكلام ده في جملة واحدة كده، نقول ان بلاي كمبيوتر جيمز ليه باد سايدز. اكتب عندنا كده بلاينج ماتش كمبيوتر جيمز، او ممكن اعكس بلاين كمبيوتر جيمز ماتش يا شباب، ممكن اعكس كده افضل، لعب كمبيوتر جيمز كتيرة، او نخليها عندنا كمان فور ا لونج تايم، يبقى بلاين كمبيوتر جيمز فور ا لونج تايم هاز، بيبقى ليه عندنا bad effects يعني ليه تأثيرات سيئة on our إيه our life على حياتنا. ممكن أكتب كده ده ملخص لإيه للفقرة التانية. How do you think they can stop children from being addicted to computer games؟ في رأيك أنت إزاي نمنع الأطفال إن هم يلعبوا أو يبقوا مدمنين على الكمبيوتر جيمز؟ عندنا ممكن عندنا نشجعهم يلعبوا رياضة، يخرجوا بره وهكذا. عندنا كده we can يشجع يعني encourage، يعني encourage قلنا معناها ايه يا شباب؟ يشجع encourage them to do more exercise and spend a lot of time with the family، يقضي وقت كبير مع مين؟ مع الأسرة، بعيد عن إيه؟ عن الكمبيوتر. نروح على السؤال اللي بعديه يا شباب، هو سؤال خاص بـ choose، ركز معايا، ما ينفعش أبدا نضيع درجة هنا. Mean the people who watch sports at the stadium، كلمة معناها الناس اللي بتشاهد رياضة في الاستاد، طبعا spectators اللي هم المشجعين، طبعا workers عمال، winners فائزين، athletes لاعبين رياضيين. No one respond to his question، لا أحد يستجيب ويرد على سؤاله. They didn't، كلهم معي ما ردوش. يبقى reply، كلمة reply يعني يرد. Ignore يتجاهل، refuse يرفض، fail يفشل أو يرسب. The prefix gives the opposite of natural، عايزين بادئة تعطي عكس كلمة natural. طبعا كلمة natural يعني طبيعي، عكسها unnatural يعني غير طبيعي. To is to become a part of a group or club، انك تصبح عضو في النادي او مجموعة في النادي يعني، طبعا حاجة اسمها join يلتحق به. Number 5 the antonym of the word different is the، عكس كلمة different بتبقى the same، the same يعني مثله او يشبهه. كلمة similar يا شباب بيجيش معاها كلمة the، هي the same يعني اسمها similar to. We are going from Cairo to Luxor. Luxor is our طبعا destination، احنا رايحين من القاهرة للأقصر، يبقى الأقصر دي الوجهة بتاعتنا، وجهة يعني destination. Invention اختراع، invitation يعني دعوة، discovery اكتشاف. نروح على السؤال الجرامر. Both the red shirt or the yellow shirt one is nice، خلي بالك أول ما قال لي كلمة or عرفت ان في كلمة ايه، كلمة either. الصح عندنا either or، either the red shirt or the yellow one is nice. طبعا لو كان في كلمة nor كنا خدنا neither. طب امتى ناخد both؟ لو كان في كلمة and. Have you just traveled to Paris؟ هل انت حالا لسه مسافر باريس؟ طبعا يا شباب عندنا have you ever، عمرك قبل كده سافرت باريس؟ لان كلمة ever تيجي فين في السؤال، و just already فين في الجمل الخبرية المثبتة. Rhonda was boring so she decided to read a novel. رندا كانت طبعا هنا هي تشعر بالزهق، يبقى هي اللي تشعر بالصفة. احنا اتفقنا ان الصفة اللي اخرها ing واللي اخرها ed ما لهاش علاقة بالعاقل وغير العاقل، ليها علاقة بايه؟ المسبب للصفة ياخد ing. الفيلم دوت ممل، هو المسبب الصفة دي يبقى ing، اما الشعور بالصفة يبقى ed. يبقى الصح هنا رندا تشعر بهذه الصفة، يبقى poor تشعر بالملل. هي قررت تعمل ايه؟ تقرا قصة، read a novel، novel يعني قصة. وسامة has to got up early because he has an interview at 7:30. اتفقنا ان have to و has to و had to و must و might
كل دول بعديهم مصدر يا شباب، يبقى الصح عندنا get up. The Egyptian Museum is exciting place I have ever visited. المتحف المصري ده أكتر مكان مثير أنا زرته في حياتي. طبعا بقارن المتحف ده وكل الأماكن التانية، ده مقارنة يا شباب في الصفات الطويلة. المتحف المصري دي المكان الأكثر إثارة على الإطلاق اللي زرته في حياتي. يبقى عندنا كده is the most exciting place. The most exciting place I have ever visited. دي مقارنة في الصفات الطويلة من النوع الثالث، اللي هي عندنا مقارنة بين شيء وبعدة ايه أشياء. نروح على السؤال الأخير يا شباب، هو عبارة عن باراجراف a biography of your role model، يعني اكتب السيرة الذاتية لقدوتك في الحياة. ممكن اتكلم بقى عن الأب، عن الأم، عن مدرس ليا، أو عن شخصية مشهورة زي محمد صلاح. واحنا دايما بنلجأ لمحمد صلاح عشان ممكن يتكتب في كذا ايه، في كذا طريقة أو في كذا باراجراف. يعني تعالى نشوف احنا كتبنا ايه عن محمد ايه صلاح. My role model. Role models are people who we admire and respect for their achievements. لو كتبت كده مقدمة الأول بعرفه يعني ايه role models. قلنا role models دول قدوتنا، يعني الناس اللي احنا معجبين بيهم وبنحترمهم. respect يعني احترم، بسبب ايه انجازاتهم. My role model is محمد صلاح. He was born in Egypt. He was interested in playing football when he was a child. كان مهتم بلعب كرة القدم وهو طفل صغير. He played for a team in Cairo. لعب فرقة في القاهرة، المقاولين طبعا. His trainers المدربين بتوعه thought he was a fantastic player. A player لاعب، قالوا عليه لاعب رائع. And advised him نصحوه to play abroad، يلعب في خارج البلاد. He traveled to Europe، سافر أوروبا. And played for many teams، ولعب لأكثر من فريق. He has scored many goals and became very famous، أحرز أهداف كثيرة وأصبح مشهور. He has also played for our national team، ولعب في منتخب مصر. And helped us ساعدنا to take part، نشارك in the World Cup in 2018، كأس العالم 2018. He is married، هو متزوج. And has two daughters، وعنده بنتين. He gives money to build schools and hospital in Egypt، بيتبرع في أمواله يعني عشان نبني مدارس ومستشفيات في مصر. He has become the role model of a lot of people، أصبح قدوة لكثير من الشباب around the world، حال العالم. We are all proud of him، كلنا فخورين إيه بمحمد صلاح. نروح يا شباب على الامتحان الأخير 15 في كتاب المعاصر، المراجعة النهائية. أول سؤال هو السؤال ده between سما and تؤى. سما is telling تؤى about her weekend. سما بتقول لتؤى عملت ايه في العطلة الأسبوعية. هاي تؤى. هاي سما. Where have you been؟ كنت فين؟ فقالت لها إجابة that was a country، رحت الريف يعني. واضح تقول لها عندنا أنا رحت الريف، يبقى I have been to the country. نعرفين إن كلمة country بس دولة، the country الريف، و country side برضو ايه الريف. To the country. How nice، شيء لطيف. سؤال قلت لها I went with my family، رحت مع مين؟ يبقى who، وبعدين فاعل مساعد في الماضي يبقى did، والفاعل يتبقى I، وبعدين كلمة go with يبقى who did you go with، مع من ذهبتي. لها رحت مع الأسرة. سؤال قلت لها I went to the fields، رحت الحدائق. rode a donkey، وركبت حمار. and collected some fruits، وجمعت بعض الفاكهة. يبقى هنا بتقول لها انت عملت ايه هناك، اللي هي عندنا what، فعل مساعد did، والفعل you do there، هناك. how fantastic، when did you return، امتى رجعتي. ممكن عندنا تقول لها امبارح، جملة مباشرة كده yesterday، او اي تاريخ في الماضي. ممكن تقول لها last week، زي ما انت عاوز. do you like the country، هل انت حبيتي الريف. yes I do، تقول لها عندنا جملة كده مثلا it's a it's wonderful، يعني ايه wonderful؟ يعني مكان ايه رائع او attractive، جذاب زي ما خدنا قبل كده. السؤال التاني هو سؤال read and complete. our يعني ملكنا، private يعني ملكية خاصة، public ملكية عامة. shouldn't لا يجب، where يرتدي should يجب. coronavirus disease has become a big problem for all the world، مرض فيروس كورونا اصبح مشكلة كبيرة في العالم كله. what we do to protect ourselves from it، عايز نصيحة، يبقى what should، ماذا يجب أن نفعل عشان نحمي نفسنا منه. we should wash، نغسل إيدينا، يبقى our hands many times every day. we should the face mask، يجب أن نرتدي اللي هو قناع الوجه دوت، اسمه عندنا يا شباب إيه، يبقى we should wear، يرتدي face mask in الأماكن العامة، اسمها إيه يا شباب عندنا public، إيه public places.
الأماكن العامة. نروح على السؤال الثالث، هو comprehension. The Louvre Museum، متحف اللوفر، is one of the largest and the most famous museums in the world. واحد من أكبر وأشهر المتاحف في العالم. The museum is housed in the Louvre Palace. هذا المتحف أنشئ وأقيم يعني في قصر اللوفر. Originally built in the late in the 12th to 13th century under Philip II، يعني بني في الأساس ما بين القرن ال 12 والقرن ال 13 في عصر إيه؟ الملك فيليب الثاني. It was used to display the royal collection. هذا المكان كان يستخدم لعرض المجموعة الملكية اللي هي بعض الأغراض بتاعت العائلة المالكة في فرنسا، including a collection of ancient Greek، وفيها بعض المجموعات الخاصة بالآثار والحضارة اليونانية اللي هي اليونان القديمة، and Roman sculpture، وبعض المنحوتات الرومانية. In 1793 the museum was opened in the exhibition of 537 paintings. تم افتتاح هذا المتحف 1793، وكمان كان عرض فيه 537 لوحة. But it was closed from 1796 to 1801. تم إغلاقه من 1796 إلى 1801، وغالبا ده كان عصر فيه حروب في أوروبا وفرنسا يعني. It was opened again and the collection was increased under Napoleon to 20,000 pieces. تم افتتاحه مرة أخرى في عصر الملك أو الإمبراطور نابليون، وتم زيادة المقتنيات اللي فيه لكام قطعة؟ 20,000 قطعة. Now it contains more than 380,000 works of art. الآن في 380 قطعة فنية، طبعا 380,000 يا شباب قطعة فنية. It's located in the middle of Paris. تقع أو يقع هذا المتحف في وسط باريس عاصمة فرنسا. The Louvre attracts millions of visitors each year. متحف اللوفر بيجذب ملايين من الزوار كل عام. It has some of the most famous painting and sculptures on earth. يحتوي على أشهر اللوحات والمنحوتات على الأرض. ليوناردو دافنشي، موناليزا، and the Greek sculpture The Winged Victory of Samothrace، sculpture of Nike can be found in the museum. كل هذه الأشياء مقتنيات داخل المتحف، لوحة الموناليزا وتمثال اللي هو المجنح بتاع النصر المجنح يعني. كمان عندنا هم دول الموجودين عندنا جوه المتحف شباب. عندنا أشهر الحاجات يعني لوحة الموناليزا وتمثال النصر إيه المجنح الخاص بالحضارة اليونانية زمان. In addition to art, the Louvre has many other types of exhibition. بالإضافة للفنون يعني المتحف ده يحتوي على كثير من المعروضات مختلفة يعني، including archaeology علم الآثار، history تاريخ، and architecture فن المعمار. The museum is so large، متحف كبير جدا، that it would take about 4 months to visit each pieces. يعني انت عشان تزور كل قطعة في المتحف ده ممكن تستغرق الزيارة 4 شهور، يعني لازم تيجوا كذا مرة يعني. Some people visit the museum several times. كثير من السياح أو الناس زاروا المتحف ده مرات عديدة. Because they cannot see everything in one visit. مش بيلحقوا يتفرجوا على كل قطعة في المتحف ده في زيارة واحدة. They say that even though they are visiting the same museum, they visit a new every visit is a new experience. يعني هم بيقولوا إن كل مرة بيزوروا المتحف ده بيعتبروا إن كل مرة فيه تجربة حياتية وخبرة جديدة إيه بياخدوها في المتحف دوت يعني. واضح المتحف ده من كتر ما هو فيه مقتنيات كتيرة جدا جدا ما ينفعش الزيارة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة عشان تقدر تزور المتحف ده كله. قال لك عشان تعرف تزور كل حاجة في المتحف ده ممكن تقعد 4 شهور تزور المتحف ده يوميا عشان تلحق تشوف كل المقتنيات اللي فيه. تعالى عندنا نشوف يا شباب أول سؤال. People spend much time in the Louvre because الناس بتقضي وقت كبير جدا جوه متحف اللوفر ليه؟ طبعا قلنا الإجابة بس إن هو واسع جدا ومقتنيات كتير جدا موجودة فيه. يبقى عندنا the museum has a huge number of pieces، في مقتنيات ضخمة جدا جوه إيه المتحف ده. طبعا مكتوب هنا الأول museum is very far، متحف بعيد، ولا the visitor don't like the museum، ولا الناس مش بتحب المتحف دوت، ولا the museum is crowded، ولا هو زحمة. طبعا الحل الصح المتحف يحتوي على مجموعات ضخمة من الآثار. The best title for this passage is، العنوان المناسب لهذه القطعة أكيد هيبقى the Louvre Museum. Louvre Museum، متحف اللوفر. After 1801 the museum، بعد عام 1801 المتحف اللي حصل له عندنا become more crowded، ولا هاد بيجر كوليكشن، ولا بيكام مور فيموس، ولا هاد ماتش سبيس. طبعا اصبح فيه مقتنيات اكتر لما تم افتتاحه مره تانية، بقى فيه 20,000 وبعد كده بقى 380 الف.
Number four, infer from the text why many people visit the Louvre several times. استنتج من القطعة يعني أو استخدم من القطعة ما يدل على ليه كتير من الناس بيزور المتحف ده مرات كثيرة. متحف كبير جدا بيحتوي على مقتنيات كبيرة جدا. هتبقى عندنا كده It is a very large museum and it has thousands يعني في عندنا آلاف of pieces آلاف من إيه من القطع الأثرية. Do you think the Louvre Museum will have the same importance in the future؟ هل تعتقد متحف اللوفر ده هيبقى ليه نفس الأهمية في المستقبل؟ طبعا أيوة. هتبقى عندنا كده yes. السبب عندنا because it has several ونسميها عندنا كده إيه objects يعني object مقتنيات from different من different cultures culture يعني ثقافات and countries هيفضل دايما ليه نفس الأهمية فيه في المستقبل لأن المتاحف وظيفتها إيه تعرفني الدول دي كانت عايشة إزاي والمقتنيات دي إفادتها فين في التاريخ يعني. تعالى عندنا طبعا كلمة cultures ناقصة هنا عندنا حرف يو سوري يا شباب وكلمة objects برضو ناقصة عندنا حرف اي سوري عشان أنا بكتب بسرعة شوية يبقى because it has several objects ليه في مقتنيات كثيرة from different cultures and countries من ثقافات مختلفة ودول مختلفة قلنا في حاجات من الحضارة المصرية والحضارة اليونانية وهكذا. Summarize the last paragraph of the text in one sentence لخص الباراجراف الأخير في جملة واحدة. نرجع كده للقطعة تاني ونشوف آخر باراجراف قلنا بنعرف منين من الجزء اللي فيه بادئة دوت طبعا هنا بيتكلم على إيه إن هذا المتحف يحتوي على كثير جدا من المقتنيات لذلك الناس محتاجة إيه إن هم يزوروه مرات كتيرة علشان يقدروا يشوفوا كل اللي فيه. يبقى عندنا هكتب عندنا كده because the museum is very large people الناس need to visit it several times مرات كتيرة to see all its objects يشوفوا ايه كل المقتنيات ايه اللي بداخل هذا المكان. يبقى عندنا because the museum is very large بسبب ان المتحف ده كبير جدا والناس محتاجة عندنا تزوره كذا مرة يشوفوا كل المقتنيات الايه اللي موجودة فيه. بعد كده عندنا يا شباب سؤال choose number one we add suffix بنضيف suffix يعني لاحقة to have the adverb of slow عشان نحول الصفة slow الى adverb حال عشان نحول الصفة الحال غالبا بنضيف اللي هو slowly. What he said was true. إن ما قاله كان صحيح. It wasn't لم يكن false لم يكن خاطئ. Accurate يعني دقيق. Correct صحيح. Common يعني شائع. He couldn't open the door as it was closed. لم يستطع أن يفتح الباب لأنه كان مغلق. The synonym of closed معنى كلمة closed يبقى locked. Locked يعني مغلق برضو. يبقى closed بتساوي locked. To make something new means to عشان تعمل شيء تخليه جديد انت بتعمل ايه دلوقتي بتنشئ شيء تبدعه اللي اسمها to create انك تعمل شيء من العدم حاجه ما حدش عملها قبلك يبقى انت بتعمل ايه بتبتكر. When something is special لو في شيء بالنسبه لي شيء مميز او خاص جدا يبقى it's ايه اكيد important to me مهم جدا ليا. Ordinary يعني عادي national يعني قومي او وطني usual يعني معتاد. A player in a tournament is called اللاعب اللي بيلعب في بطولة معينة اسمه competitor يعني منافس. طبعا artist يعني فنان بنتر رسام author مؤلف. بعد كده سؤال كبير من يا شباب neither of them have got the correct answer قاعدة اسمها neither of و either of و none of بيجي بعديهم كده اسماء جمع او ضمير جمع كده مفعول به لكن الفعل بتاعهم بيكون دايما مفرد have got للجمع يبقى صح has got يبقى الفعل دايما بعد neither of و either of و none of بيكون فعل مفرد باستمرار يا شباب. has معتز finished the task just طبعا في السؤال حط عندنا كلمة yet يعني ألم ينتهي معتز من الواجب بتاعه حتى الآن أو المهمة بتاعته. الأيام is really an amazed book it's the best novel I have ever read الأيام ده
هو احسن كتاب او كتاب مدهش جدا، ده احسن كتاب انا قريته. طبعا هو هنا المسبب للصفه، يبقى هذا الكتاب مدهش. مدهش يعني amazing، amazed يعني مندهش او متحير. What does she has to do to get the job؟ قلنا قبل كده ان do و does و did والافعال الناقصه بعدها مصدر، والمصدر من has to have to، معنى الجمله هي مضطره تعمل ايه عشان تحصل على الوظيفه. Both Huda and Nada be in my team. طبعا قلنا both and عايزه بعدها فعل يكون جمع، يبقى كل من هدى وندى يكونوا في فريقي، يبقى ار. لما يجيب لي كده بي عايز ام او از او ار في المضارع، او واز او وير في الماضي، الجمله دي مضارع، يبقى كل من ها هدى وندى بيكونوا في فريقي، يبقى عندنا خدنا فعل جمع. اخر سؤال عندنا شامل الفيديو النهارده هو سؤال الباراجراف. اكتب بايوجرافي يعني سيره ذاتيه of an important person in your community، شخص يكون مهم في المجتمع او الحي بتاعك يعني. تعال نشوف احنا كتبنا ايه يا شباب. A biography of an important person in my community. I live in a nice community. People in my community are very friendly and helpful. الناس في مجتمعي ودودين يعني متعاونين. They do their best to improve it. بيعملوا كل ما في وسعهم عشان يحسنوا المجتمع. One of the most important persons in my community is Dr. Ahmed. واحد من أهم الناس في الحي بتاعي أو في المجتمع أو منطقتي يعني. Dr. Ahmed. He lives next door. هو جاري. He was born in Aswan and studied there. اتولد في أسوان وعاش هناك أو درس هناك سوري. He moved to Cairo and got married. انتقل للقاهرة وتزوج. He has two children. عنده طفلين اتنين. He works in a big hospital in Cairo. عايش يعمل في مستشفى كبيرة في القاهرة. People love him because he is very kind and friendly. الناس بتحبه لأن هو طيب وودود. He does a lot to help our community. بيعمل كتير عشان يساعد المجتمع بتاعنا. He's a volunteer in a charity which helps poor sick people. هو متطوع في جمعية خيرية بتساعد الفقراء والمرضى. He helps them for free. بيساعدهم مجانا. He also helped us to build a new health center. ساعدنا نبني مركز صحي in our community. He usually has the community meetings at his home. ودايما بيستضيف اجتماع الحي بتاعنا أو المجتمع بتاعنا، اجتماع اللي هو الأسبوعي يعني. In these meetings في تلك اللقاءات أو تلك الاجتماعات we discuss بنناقش our community problems مشكلات المجتمع. He usually helps to solve them وعادة بيساعد في حلها. He sometimes helps and supports students بيساعد وبيدعم الطلاب who wants to be doctors اللي عايزين يكونوا أطباء. We are all proud of him. كلنا فخورين بمين؟ دكتور أحمد. ده باراجراف مهم جدا يا شباب، ممكن يكرر السنة دي كتير. حاول تكتب فيه وتكتبه مرة تانية، وحاول تعدل فيه أسلوبك أنت وطريقتك أنت اللي يكون سهل ليك تفتكره في الامتحان إن شاء الله. كده الحمد لله خلصنا الامتحان 14 و15. هنبدأ بعد كده إن شاء الله في المراجعة النهائية من كتاب جيم، وفي طبعا فيديو إن شاء الله هسيبه لك ليلة الامتحان أو قبل الامتحان بيومين ثلاثة كده، إن هو مراجعة بقى على المنهج كله، فيديو واحد بس في كل حاجة في المنهج إن شاء الله. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، وأتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.